فالسؤال بيقول تقع رؤوس مثلث عند النقاط، وأعطانا النقاط، فما إحداثيات النقطة التي يتزن عندها هذا المثلث؟ وضح إجابتك. يعني أعطاني رؤوس المثلث وقال لي يبغى النقطة التي يتزن عندها المثلث. لما يقول لك النقطة التي يتزن عندها المثلث يعني بيطلب منك توجد مركز المثلث، يعني نقطة تلاقي القطع المتوسطة للمثلث. طب خلينا نرسم المثلث ونشوف. هذا عندنا المستوى الإحداثي، نعين النقاط، هذه النقطة الأولى 0 و4، وهذه النقطة الثانية 6 و11.5، وهذه النقطة الثالثة 12 و1. نوصل بين النقاط نحصل على المثلث. طيب الآن نبغى نجيب المركز، كيف نرسم القطعة المتوسطة؟ طيب نبدأ من هذا الضلع، لازم نجيب نقطة المنتصف لهذا الضلع ونوصلها بالرأس المقابل عشان يصير عندنا القطعة المتوسطة. كيف نجيب نقطة المنتصف للضلع في المستوى الإحداثي؟ عن طريق هذا القانون، نجمع إحداثيات الإكس نقسمها على 2، ونجمع إحداثيات الواي ونقسمها على 2. طب هنا النقطتين اللي عندنا 0 و4 والنقطة 12 و1، نعوض في القانون، يصير عندنا نقطة المنتصف 0 + 12 = 2، و4 + 1 = 2. نبسط يصير عندنا 12 على 2 و5 على 2 اللي هي النقطة 6 و2.5. خلينا نحطها على الرسمة، وبعدها نوصل بين نقطة المنتصف والرأس المقابل، وهذه هي القطعة المتوسطة. طيب افتكر ايش المطلوب في السؤال؟ المطلوب هو مركز المثلث اللي هو نقطة التقاء القطعة المتوسطة، يعني لازم نرسم قطعة متوسطة ثانية عشان نجيب المركز؟ لا مو شرط، افتكر نظرية مركز المثلث انه المسافة بين مركز المثلث والرأس تساوي 2/3 القطعة المتوسطة، يعني ممكن نحسب طول هذه القطعة المتوسطة اللي هي عندنا ونحسب 2/3 ونحدد المركز. طب خلينا نحسب طول هذه القطعة، لاحظ ان القطعة عمودية لان احداث الاكس ثابت، طولها يعني بيكون فرق احداثيات الواي، يعني 11.5 - 2.5 يعني 9 وحدات. طب احنا نبغى مسافة 2/3 من الرأس، يعني نحسب 2/3 اللي هي حتكون 2/3 × 9 يعني 6، يعني نحسب 6 وحدات من الرأس وننزل تحت، وهذا هو صار مركز المثلث اللي هو 6 و5.5. إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات، وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضح.com، واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة، وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاوبك عليه.